الزوجه في الاسلام لا حقوق يعني مثلا المهر واتوا النساء صدقاتهن نحله طيب لماذا اكد الشرع على المهر واتوا النساء صدقاتهن والله عز وجل في القران عدد من الايات تؤكد على موضوع المهر وحفظ الحق في المهر وايتاء المهر و... وما يجوز تاخذ منه الا اذا عن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نيئا مريئا و... طبعا هذا المهر الحكمه منه اظهار لخطر عقد النكاح يعني انك انت داخل على عقد في يعني له اهميه ومكانه وله في حقوق وشروط وتدفع فيه يا ايها الرجل في اعزاز المراه واكرام المراه وبناء حياه زوجيه كريمه معها يعني في مدخل مدخل المهر هذا مدخل معين يحسس الرجل باهميه معينه لازم يحس فيها لازم وقضيه ان يعاشرها بالمعروف وسمى المهر صداقا لاشعاره بصدق رغبه باذله في النكاح يعني إيش لو قال واحد ليش الشرع سمى المهر صداقا صداقا لماذا؟ لانه يدل على صدق دافعه ورغبته في العقد الذي دخل فيه ودفع المهر من اجله والاصل في الصداق ان يكون مالا ذهب نقد متاع لباس حلي يعني شيء يتمول يدخر يتخذ ملكا له قيمه ما يقدمه الزوج لزوجته طيب هل يمكن أن يكون منفعة كتعليم القرآن أو تعليم حرفة أو أن يكون حجا بها نعم ممكن يكون هذا وممكن يكون معجلا ومؤخرا بعضه هكذا بعضه هكذا فيصح أن يكون المهر أن يعلمها شيئا يكون التعليم المنفعة هو المهر ليش؟ لأن التعليم ممكن يقدر بالمال، يقوم الآن معاهد التدريب معاهد التدريب الآن في يعني انت حتى تطلع واحد تدرب على كذا وصار عنده مهارة كذا فيها دفع فلوس الله سبحانه وتعالى قال للرجال بعد ما ذكر المحرمات من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلكم بعد ما ذكر عشر نوع من المحرمات احل يعني زوجة الاب في البدايه وحرمت عليكم امهاتكم بناتكم واخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الاخ بنات الاخت الأخ طيب وذكر من مصاهره أمهات نسائكم وحلائل وابنائكم ذكر أخوات من الرضاع وذكر ذكر بنات ثم قال والمحصنات يعني المتزوجات مالك حق فيها محرمه عليك لانه لها زوج قال بعد ذلك: واحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير المحرمات حلال عليكم يا ايها الرجال ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. يعني كيف تبتغوا باموالكم؟ يعني آه هذا المهر الذي يدفعه. آه شوف بعض النساء سبحان الله مع 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 الآن الحوادث يا إخوان المشاكل المشاكل الآن آه هذه زوجة يطلع مدمن مخدرات وهذه زوجة يطلع على علاقات محرمة مع النساء وهذه زوجة تارك صلاة وهذه زوجة طبعا ويوجد في النساء أيضا مثل ذلك لكن صارت يعني النساء الصادقات النساء المؤمنات تقول الآن أنا أبغى مهري يعني أبغاه يكون يحافظ على الصلاة صاحب خلق حسن لو قالت امرأة مهري أن يحفظني البقرة وآل عمران القرآن نصف القرآن ربع القرآن ربع ياسين العشر الأخير قال ابن القيم رحمه الله المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من من مهرها جاز ذلك وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها فالصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به فاذا رضيت بالعلم والدين واسلام الزوج كما رضيت من ام سليم رضي الله عنها ام سليم وقفت موقف عجيب وعظيم قال ابن القيم فاذا رضيت بالعلم والدين واسلام الزوج وقراءته للقران عن يعني حفظه كان هذا من افضل المهور وانفعها واجلها لكن مع ذلك خروجا من الخلاف البعض الفقهاء يقول لازم في مال لازم يدفع شيء لازم فلذلك يجعل المهر مثلا نقدا كذا ويحججها مثلا حجة الإسلام يحججها مهر نقدا كذا ويعلمها مثلا يشرح لها متن كذا رغب الشرع في تيسير المهر وتخفيفه فهو أدعى للبركة كما قال عليه الصلاة والسلام إن من يمن المرأة تيسير خطبتها ان من يمن المراه تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها ايش يعني تيسير طبعا تيسير الخطبه ما في شروط تعقيدات اشياء على الشرع يعني والدين تيسير الصداق ما ما يتطلب منه مش يعني ما يقولوا لا تدفع شيء لا يقول كم باستطاعتك انت 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 باستطاعتك لا نشق عليك ستجدنا إن شاء الله من الصالحين اللي أنت تستطيع تدفع خمسة ألف خمسة آلاف ادفع ألف. سبعة سبعة عشرة عشرة خمسة عشرين الله يعطيك أكثر هات على ما يتيسر عندك قال تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها يعني أن تكون سريعة الحمل كثيرة النسل وقال عليه الصلاه والسلام خير الصداق ايسره وقال في روايه في روايه خير النكاح ايسره النساء واولياء المراه في ابواب في باب المهور انواع وهي من